بسم الله الرحمن الرحيم ان شاء الله في السيشن دي هنتناول المرحله الثالثه من مراحل الهيكله المؤسسيه واللي بتكون يعني موضوعها البيزنس اركتكتشر او هيكله الاعمال وطبعا يعني السيشنز السابقه اللي هي السيشن الخاصه بالبريلمناري فيز والاركتكتشر اوف ذا فيجن يعني دول محاضرتين مهمين جدا والمحاضره الثالثه هي استكمال يعني لما مضى ولا يمكن الاعتماد عليها مستقله از انه المراحل السابقه هي بري ريكوزيتس ل البيزنس اركتكتشر آه زي ما كنا وضحنا في ال المراحل السابقة آه انه من المتطلبات هي طبعا احنا بنعمل بن ايدنتفاي الفيجن اوف انتربرايز اركتكتشر والجولز Objectives كل مرحلة احنا بندخل فيها بندخل ان ديبث في هذه المراحل وبالتالي احنا في مرحلة البيزنس اركتكتشر احنا هنتداول 10 ستيبس تو فاينلايز ذا بزنس اركتكتشر بالاضافة الى ما تم وضعه سابقا فلو مشينا كده على اكتيفيتي اكتيفيتي وذين البيزنس اركتكتشر فيز نمبر 1 هو ذا كومبليتنس اوف business فيجن اند جولز

looking for digital transformation for the education sector. ده هدف كبير لازم to be cascaded على business strategy هي اللي هتكون مسؤوله عن تحقيق رؤيه المؤسسه وهتنطلق منها السب بروجيكتس والاكتيفيتيز بتاعت الهيكله المؤسسيه. لما جينا للاكتيفيتي الثانيه وهي وضع البزنس استراتيجي since an organization is looking for digital transformation for for the education sector فهي قالت انه so we should move forward to mobile first solution we should move forward to build ecosystem to uh, support the community with such approach وهو ده اللي هيكون الفوكس بتاعنا عليه في تحقيق revenue stream from this new business new business line Since we are transforming the uh, uh, education within the market. هنا بعد البيزنس business بتيجي الـ organization تقول: "Okay, in order to make uh, this change, the production بتاعنا and going forward to achieve this objective, so we should have these uh, uh, activities in order to achieve this transformation. For example, أنا in order أن أنا add this value and provide this solution to the customer لازم انا هعمل هذه المراحل in order to produce this product to the market. For example في مجال education sector انا لو قلت ان انا لازم هعمل ويب سوليوشن او ويب بلاتفورم لازم هعمل موبايل سوليوشن لازم هعمل كونتنت ديفلوبمنت لازم هعمل كويزز واكزامز لازم اعمل انتجريشن مع اي بيمنت جيت واي عشان الناس اللي هتدفع فذس از الاكتيفيتيز اللي ها, uh, يتم عملها uh, في الانتربرايز ان اوردر تو Uh, uh, provide the final uh, solution uh, uh, that is subject for the transformation. وبالتالي من هنا, since uh, we are identifying these activities, so this will be uh, 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 the core focus of the enterprise to find the existing capabilities and to define the missing capabilities for the, inter the enterprise. وهو ده اللي هيخلينا نقول اه احنا البراكتسز بتاعتنا بتاعت الهيكله المؤسسيه ماشيه في الاتجاه الصحيح ماشيه في الاتجاه الخطا اللي يمكن استكماله اللي لابد من انشاؤه وهنا هتبدا الاعمال الحقيقيه للهيكله المؤسسيه. طيب الفاليو ستريم بقى بتمكننا من آآ آآ ان احنا نأيدينتيفاي الاكزيستنج بزنس بروسيسز فسنس انه زي ما احنا قلنا في المثال بتاعنا ان احنا وي نيد تو بيلد ويب سوليوشن سو one of the capabilities of a, a solution uh, uh, in we should have the capability within the enterprise to build web solution uh, since uh, we are moving forward to mobile first solution so we need to build the uh, capability of the uh, uh, mobile solutions uh, uh, one of the capabilities to build uh, uh, content so we should have this capability here بيتم إستنتاج ال existing and the internal business processes to support the value stream. فالbusiness process هي ال internal process اللي هيتم إنشائها أو تعديلها داخل الأ organization in order to support the value stream. طيب once نحن this is the step number four activity number four and we map the business processes to the capabilities that support the value stream. فا ستيب في الفاليو ستريم شود بي ماد ليه كابابيلتي لو الكابابيلتي موجوده يبقى كده تمام لو الكابابيلتي مش موجوده سو وي نيد تو بيلد اور باي الكابابيلتي دي وبالتالي هنا هيكون في ديسيجن ميكنج في هل احنا محتاجين الكابابيلتي دي ويزن الانتربرايز او وي كان كونسلت اند سبكونتراكت اكسترنال فيندور تو سبورت ذس كابابيلتي

We touch the uh, organization structure. We touch the internal process. اللي هو الاند تو اند بروسيس وليس البروسيس الداخليه بتاعت الـ الادارات بتاعت ايتش رول هيعمل ايه لا هي الاند تو اند اللي ريليتد بالفاليو ستريم بما يحقق الفاليو ستريم للاند يوزر فهي مش هتتدخل في طريقه جمع الريكويرمنت لكن هتقول ان احنا لازم نجمع الريكوايرمنت هي مش هتتدخل في طريقه عمل الديزاين لكن هي هتقول ان احنا لازم نعمل ديزاين هي مش هتتدخل في طريقه انشاء ال لكن هتقول ان احنا لازم يكون عندنا ال capability انشاء و management لل database. ف ان احنا we build the capabilities and define the missing capabilities we uh, ابتدينا نعدل في الاورج chart. One of the practices اللي احنا كنا بنعملها في الاورج chart since we define the value stream and map the value stream to the internal process and define the, the, the org chart, the proper org chart. Sometimes we found Uh, uh, inconsistency between different roles متنطورة في الإدارات يعني في repetition uh, uh, في roles يعني في هنا graphic designer وفي هنا uh, graphic designer في هنا developer موجود role the developer هنا موجود و role developer هنا موجود فهنا كان بيحصل consolidation للroles وده بي بيؤدي لي utilization of resources اللي within الenterprise زائد uh, finding ال resources اللي لا يوجد لها استخدام Resources كانت كده يعني ملهاش مكان في الانتربرايز ولا بتؤدي دور في تحقيق الفاليو ستريم وبالتالي كان بتعمل لها ري في مكان اخر تقدر النهايه ان هي تدي فيه او كان بيتم تحويلها لاداره اخرى ريليتد بالكواليفيكيشنز بتاعتها بعد ما عملنا الموديفيكيشنز اللازمه للاورج تشارت طبعا احنا زي ما احنا قلنا كده في البيزنس كيس انه وي ميجر ذا كوست اند بنفيتس اند ار او اي اوف ذا موديل وده في صورته بقى الكوميرشال بتكون في البيزنس موديل والبيزنس موديل يعني احنا يعني ليه محاضره مستقله ولكن يعني فريق الكوميرشال وفريق السيلز وفريق الماركتنج بيدرسوا فروم البريسبكتيف اوف التارجت كاستمر سيجمنتس وازاي هيوصلوا لهم وازاي هيعملوا لهم هيبقى في فاليو بروبوزيشن والكوستنج موديل والبارتنرز والكي اكتيفيتيز كل ده بيبقى انكابسوليتد في البيزنس موديل عشان نشوف هو the ROI of this reforming process and the enterprise architecture practices هل هتؤتي ثمارها ولا they need to revisit their model بحيث انه يكون في value added للانتربرايس لانه مش بعد ده كله الانتربرايس ممكن تقول ان احنا ممكن يكون الاوتبوت اوف ومخرجات هذه العمليه هي الخسائر للانتربرايس. أه بنيجي بعد كده لـ how to measure بقى أه يعني the success of the business architecture وهي ده اللي احنا وضحناه في محاضرة الـ KPIs والـ OPR أه وده بيبقى من different from different perspectives منها اللي ريليتد بالبلاننج منها اللي ريليتد بالجزء الخاص بالفاينانشال منها اللي ريليتد بالجروث اوف الكاستمر سيجمنتس منها اللي ريليتد الريفينيو منها اللي ريليتد بالايفالويشن والبوزيشننج بتاع الانتربرايز وذين competition within the market لأنه في الغالب في الكيك اوف اوف نيو بزنس لاين especially في الديجيتال transformation if you are providing solution to the بي تو سي انت بتنتقل من الفري موديل ان انت بتقدم السلوشن في البدايه في شكل فري وبعدين بتتحول ل بريميوم uh, انه uh, uh, يعني جزء من السوليوشن فري وجزء منه بريميوم جزء منه uh, بفلوس بحيث ان انت تمكن من اون بوردنج ل كاستمر ودين اند ذن يو كان موف فورورد فور ذا بريميوم ان انت تعمل باكجز واسعار للسوليوشن بتاعك الال uh, 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 التاسعه وهي الكلير ايدنتيفيكيشن زي ما احنا قلنا انه في كل مرحله احنا بنتكلم على كلير ايدنتيفيكيشن وانفولفمنت للستيك هولدرز وفي مرحله البيزنس اركتكشر بتكون كلير جدا بقى انه لازم بنقعد مع المستويات الاداريه العليا زي الـ CEO، الـ CFO، الـ CTO، الـ Department Managers ممكن نقعد مع الـ External Stakeholders اللي may touch and uh, touch or support الموديل بتاعنا زي الـ Partners if we are conducting integration مع uh, uh, third party and he uh, is partner في الـ Business Model بتاعنا we can conduct meetings معاه and finally the uh, risk assessment المرحلة دي بيكون عندنا كلير ريسكس وميتيجيشن بلانز بحيث ان احنا uh, uh, نخفف من الفيلير الاكسبكتد وبوتنشال ان هو يحصل لازم ايتش ريسك يكون ليه الكلير اسسمنت بتاعه السيفيريتي uh, بتاعته الميتيجيشن بلان عشان لو حصل يكون عندنا فاست ريسبونس ونكون ريدي ما نكونش ما نكونش في مرحله بانيك في ان احنا ناخد القرارات الصحيحه في الوقت المناسب ان شاء الله المحاضره اللي جايه هتكون ريليتد بالبزنس موديل كانفاس ان ديبث بحيث ان احنا نوضح كل المراحل اللي بيمر بيها البزنس موديل اتمنى تكون المحاضره بسيطه ولو في اي اسئله يتم التواصل بشكل مباشر متشكر جدا وبالتوفيق والنجاح شكرا